رجاء من المتفوقات والمتفوقين الصعود الى المنصه لاخذ الصوره التذكاريه. تفضل معنا شباب. مرحبا. الف مبروك ومن نجاح الى نجاح ان شاء الله. مبروك ابتهال. ولنا عودة مع ابتهال في محطة أخرى ومحطة أخرى. ابتهال بعد التتويج، مقطع من قصيدة الفائزة للجائزة الأولى. وهذه السنة والحمد لله شاركت فيها وحصلت على الرتبة الأولى، ولا أستطيع أن أصف شعوري. سأقول لكم بعض الأبيات من قصيدتي، القصيدة التي فزت بها: حضن الوطن الدافئ إهداء إلى روح أبي الذي علمني عشق هذا الوطن. سألوني عن وطني، قلت إني من طينته نبت. سألوني عن وطني، قلت إني من طينته نبت. كحبيب مسكنه قلبي أو قلب فيه استوطنت. كحبيب مسكنه قلبي أو قلب فيه استوطنت. وطني أرقى أسمى من كل كلام ينتاب الروح فيعجزها كي يبقى الصمت. هو المعنى. وطني معنى لا وصف يعنيه ولا نعت. حاصلة على الجائزة الأولى وطنيا في مسابقة الشعر العربي الفصيح بمدينة الداخلة، وأيضا في هذه السنة مؤهلة للمسابقة الوطنية لجائزتي تحدي القراءة العربي والمشروع الوطني للقراءة، وحاصلة على مجموعة من الألقاب في مصر والسودان وتونس. واليوم في إطار الاحتفال بحفل التميز للمتفوقين والمتفوقات على مستوى مدارسهم وعلى مستوى المديرية، للشرف أن أكون حاضرة هنا ليتم تكريمي بمناسبة حصولي على الرتبة الأولى في مدينة الداخلة. هذه المسابقة الوطنية، الملتقى العربي للشعر، التي مثلت فيها أكاديمية جهة طنجة تطوان حسيمة ومديرية طنجة أصيلة، وكنت سعيدة جدا بأدائي. كانت المسابقة عبارة عن دورين، الدور الأول والدور الثاني. والدور الأول كنا نعرض فيه القصيدة التي أعددناها، بينما الدور الثاني قمنا فيه بالارتجال في غضون 10 دقائق. كان علينا أن نكتب قصيدة على الأم. في كلا الدورين تألقت وتفوقت عندما تجاوزت باقي المتسابقين، خاصة في الدور الثاني عندما خاطبت أمي بقصيدتي. يحيى التاجني، تفضل. الرامي مرة أخرى، المرتبة الثانية في الفئة الرابعة، والد أيمن الرامي، تفضل معنا. مع المتألق دائما الأستاذ الفنان أسامة عبد الدايم. رحب. المحصل على معدل 16.4 بثانوية مولاي سليمان للتعليم الأصيل. بدأ لبدء أود أن أشكر أطر مؤسسة مولاي سليمان للتعليم الأصيل، وكذلك أيضا جميع الأساتذة الذين تتلمذت على يديهم، والشيوخ أيضا، بداية من مرحلة حفظ القرآن الكريم وانتهاء بنيلي شهادة البكالوريا. كما أنني أيضا أجدد الشكر لوالدي الحنونين، لولاهما لما كنت في هذا المكان بين هؤلاء المتواجين والمتميزين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في عمرهم وأن يمتعهم بالصحة والعافية. كما أنني أيضا أود أن أشكر الجهة المسؤولة على تنظيم هذا الحفل البهيج، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في قادم الاستحقاقات، وشكرا لكم. وطني، وما أدرك ما المنافسة على الألقاب الوطنية بين المدارس المغربية. حاصلة على معدل 15.90، وصراحة اليوم كنحس بواحد نوع من الفخر والاعتزاز بهذه المجهودات اللي درت، وكنشكر جميع المدعمين ديالي من العائلة ديالي إضافة إلى الأساتذة ديالي. صراحة عاونوني باش نستاز مجموعة من الضغوطات اللي كانوا عندي،
وإضافة كنشكر نيابة التعليم على مجهوداتها باش تنظمنا هذا الشيء، وشكرا لكل، وكنتمنى النجاح والتوفيق للجميع ان شاء الله. كنقرا المستوى السادس بمدرسة النور الحرة، جبت انا الاولى على صعيد طنجة أصيلة 9.84. انا جيت سعيد بهذه النقطة، وكنتمنى مسيرة موفقة، وكنتمنى مسيرة موفقة ياكو مزيد من التقدم ان شاء الله. حفل التميز الخاص بالتلميذات والتلاميذ مديرية طنجة أصيلة، التلاميذ اللي حققوا نتائج إيجابية في مجموعة من الامتحانات الإشهادية سواء البكالوريا أو الإعدادي أو التعليم الابتدائي، بطبيعة الحال هي نتائج لم تأتي صدفة بل بفضل تضافر جهود العديد من المتدخلين، بداية الأسرة، الآباء والأمهات، الأطر التربوية، السادات وأساتذة في الأقسام الدراسية، الأطر الإدارية، إذن كل هؤلاء كان لهم نصيب من هذه النتائج بفضل تتبعي ومواكبة التلميذات والتلاميذ. إذن هي نتائج متميزة رغم الظروف اللي عرفتها المنظومة خصوصا في السنتين الماضيتين، لكن المجهودات اللي تبذلت أتت أكلها ومكنتنا من الحصول على نتائج متميزة. بالنسبة للبكالوريا نسبة النجاح تفوق 52%، في التعليم الثانوي الإعدادي هذه النسبة تجاوزت 70%، بالنسبة للتعليم الابتدائي 95%. وحلت على التقاعد هذه السنة، وحظينا بتكريم من قبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، حضره ثلة من الأساتذة والمفتشين والمديرين، وهذا التكريم جاء في إطار تكريم المتميزين والمتميزات من أبنائنا وبناتنا الذين ننتظر إن شاء الله عز وجل أن يكونوا هم الخلف الصالح لنا، وأن يواصلوا السيرة على الطريق السليم إن شاء الله عز وجل. والتقاعد ليس نهاية الحياة، وإنما هو استراحة محارب كما يقال، فالحياة ليس فيها تقاعد. المؤمن أو المسلم الإنسان بصورة عامة من أي موقع كان ينبغي أن يعمل وأن يشتغل، أن ينصح، أن يعلم، أن يساهم بأية وسيلة من وسائل يعني المساهمات.